نبات الأسبرجس. في منه أنواع كتيرة جدا، ومجازا الناس بتقول عليه سرخس الأسبرجس أو أسبرجس فيرن، لكن في الحقيقة هو ملوش علاقة بالسرخسيات أو الفيرن. النوع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مينج فيرن أو سرخس مينج، اسمه العلمي أسبرجس ريتروفراكتس. ده انجليزي دي يا مرسي. بالرغم ان اوراقه شكلها هش جدا وضعيف، لكن السقام بتاعته قوية وصلبة وفيها اشواك حادة، علشان كده خد بالك وانت بتتعامل معاه تكون لابس جوانتي. بيئته الطبيعية هي غابات جنوب افريقيا، ممكن ينمو حتى 2.5 متر في الطول، بينتج ازهار صغيرة جدا ودقيقة، كمان بينتج ثمار، الثمار بتاعته بتكون صغيرة جدا ولونها احمر تشبه ثمار التوت لكن سامة. بدي دوق يعني بدي دوق. يلا انت ونصيبك بقى. كفاية كلام على النبات، خلينا نتكلم عن العناية بيه داخل المنازل. نبدأ بالإضاءة لأن فيها لبس شوية، لأن في بعض الأحيان الناس بتعتقد أن نبات الأسبرجس ده نبات خارجي ممكن تضعه في الخارج بشرط أن هو يكون تحت مكان فيه ظل، لكن ما ينفعش نعرضه لأشعة الشمس المباشرة في الدول بتاعتنا. طبعا الدول العربية الأشعة الشمس عندنا بتبقى حارقة وبتحرق الأوراق بسهولة جدا، وطالما قلنا ان هو ينفع يبقى خارجي بس في مكان ظلي يبقى هو بيحتاج إضاءة قوية غير مباشرة. لكن ما تقلقش لو ما عندكش مصدر للضوء الطبيعي، الإضاءة الصناعية هتغني عن كده. النبتة اللي قدام حضراتكم بتاخد شوية إضاءة طبيعية، لكن أساسا عايشة على الإضاءة الصناعية واللي هي لمبات الليد الأصفر والأبيض لمدة 10 ساعات في اليوم. بالنسبة للسقي، النبتة دي شرهة للمية، بتشرب مية كتير. أفضل طريقة لسقيها هي بعد جفاف تلت سطح التربة العلوي، لكن كمان بتتحمل جفاف التربة حتى 50% من سطح التربة. بس انا عاوز اعترف لكم بحاجة، انا هقول لك على كل حاجة فيه بصراحة بتأخر عليها في السقي اكتر من 50% كمان، لكن هي بتتحملاني بصراحة، كتر خيرك. ونتيجة الطبيعة الرقيقة والضعيفة لأوراقها الإبرية بتحتاج نسبة رطوبة عالية، لأن جفاف الجو بينشف الأوراق الصغيرة بتاعتها ويخليها تصفر وتقع بسهولة جدا. أنصحكم دايما في عدم وجود جهاز ترطيب، وده أنسب حل طبعا، إن احنا نرش الأوراق بتاعتها على الأقل مرة في اليوم أو حتى يوم بعد يوم، طبعا على حسب نسبة الرطوبة الموجودة عندنا في المكان. برضو من النباتات الشرهة للسماد، يعني بتحتاج عناصر غذائية بصورة أكبر شوية، عشان كده أنا بسمدها تقريبا مع كل مرة بسقي فيها. وطبعا مفيش مشكلة أستخدم سماد عضوي أو سماد كيماوي الـ MBK يكون متعادل، أو حتى سماد عالي النيتروجين، متوسط تقريبا مرة كل أسبوعين. في الصيف تحتاج سقي كل أسبوع. بالنسبة للتربة بتاعتها، محتاج تربة تحتفظ بالمية بصورة متوسطة، يعني تقل ايدك شوية في البيتموس، لكن مش بيتموس فقط، حط معاها بيرلايت ولحق اشجار عشان تساعد على سرعة التصريف، لكن النسبة الاكبر تكون للبيتموس طبعا عشان تحتفظ بالمية شوية. التقليم، يمكن احنا ما اتكلمناش في الحلقات اللي قبل كده على موضوع التقليم بصورة كبيرة للنباتات، لكن مع النبتة دي بالذات لازم اتكلم على التقليم، لان النبتة دي من النباتات سريعة النمو وبتنتشر بشكل كبير، تالي مهم جدا ان انا اقوم بعملية التقليم بتاعها علشان احافظ على الشكل بتاعها رقم واحد، ورقم اتنين على كثافة الاوراق. قدامكم حصل لها تقليم تقريبا 3 مرات في خلال السنتين اللي فاتوا. طبعا لانها بدأت تكبر عندي اضطريت ان انا اخليها نبتة معلقة بحيث ان انا ابعدها عن الارض وتدي مساحة للنباتات الاخرى وتبقى لوحدها فوق. الاكثار بتاعها عن طريق الانقسام مش عن طريق التجذير المائي ولا في التربة. الانقسام يعني ايه؟ يعني باخد النبتة بقسمها طوليا الاوراق بالساق بالجذر واخده واحطه في تربة جديدة، هيبقى عندي نبتة جديدة وتبتدي تكبر في القصيص الجديد. اشوفكم الدقيقة الجاية، مع السلامة.